والافيهات بتاعتك يا رحمه ايه اللي مكتوب يعني مثلا ودوني الورشه كده في لزمات طلعت على الورق واحنا بنشتغل يعني ايوه دي طلعت اول مره كنا بنقرا في بروفه قرايه مع استاذ احمد مكي على مشهد ما بيني وما بين جوني اللي هو بيقول لي كنت قاعده في الجنينه بره وبشتكي له من العيال عملوا كذا وبتاع فهو بيكلم انجليزي قوي فانا بقول له ايوه انا فاهمه كل حاجه ايوه فقعدت تكبر يعني اللازمه وبعدين ابتدينا نعشقها في مشاهد تانية فبقت لازمه اصلا للكاركتر من اول يوم هي موجوده في الحقيقه بس احنا من بعد المسلسل احنا ظبطنا نفسنا كناس بقى يعني لما نحس ان احنا فهمنا حاجه كده احنا اصلا في الكواليس لما استاذ احمد جندي يشرح لي اقول له مثلا مش فاهمه اعمل ايه ولا لا بصي هتعملي كذا اقول له ايوه قال لي ايوه بتاعت مربوحه ولا ايوه ايه ويتعصب عليا ويتعصب والله يفهمه والله انت فاهمه حاجه ولا ممكن تتابعي مثلا ميك اب ارتست مشهور ممكن مثلا في بلوجرز كتير دلوقتي ممكن تتابعي فاشن ايوه انا نسيت انا بكلم مين انا قصدي اقول لك يعني يا سيجوني ان سناجل دي جمع سنجول كيفك كده يعني ما متجوزينش يخرب بيتك قصدك سنجل ايوه انا قصدي على الممثل الثاني اللي اسمه اجنبي هو اجنبي ايوه ليوناردو دي كابريو ايوه الدلاليب ترتبي الجلاليب من اليمين للشمال حسب ترتيب الالوان كيف الرف بتاع تيشرتات البولو في محلات لاكوستي ايوه اربع ما فيش ايوه دي برضه جت لايف كنت يعني جت كنا بنصور مشهد لما حبسني الكبير لما حبسني احنا مش بنصور طبعا بالحلقات بالترتيب يعني المشاهد مش بنصورها بالترتيب فكنا مصوره المشهد ده في الاول اللي هو لما حبسني في الاوضه وبنزل كده على ظهري وبتاع يا خالد وديني الورشه وكنت متعذبه في الورشه اصلا ومستنيه وسكت بقى وعمال اعيط وبتاع فمستنيه استاذ احمد الجندي يقول كات مش راضي يقول كات قال لي والله العظيم لا سيبك كده لاخر اليوم ليه لا كانت ايوه فيعني هي دي جت كده جت يعني واحنا ارتجلناها كده والكاميرا دايره دراما دراما يا كبير حل عليك تطلع لي يا كبير ما تمشيش وتحبسني حرام عليك مش انا دي جوني اللي عملك ده امه اللي وزتني امه اللي وزتني يا خالي يا عوض ودوني الورشة طلعني يا كبير طلعني دي جوني والله دي جوني